نبدأ. القارئ الشيخ معروف الشريف يتلو ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين صدق الله العظيم. الفاتحة.
نبدأ هنا بكلمة سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم حفظه الله ورعاه، التي بعثها برسالة مكتوبة من لدن. اسمحوا لي أن أقرأها أولا ثم نستكمل الفقرات الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. غادرنا زيد الرفاعي، رجل المهمات الصعبة والمواقف الجريئة، رئيس الحكومات والوزارات، وسليل عائلة عريقة في العمل السياسي والدبلوماسي، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الأردن الذي نحب. رحل أحد رفقاء درب الحسين رحمه الله بعد أن خدم في الميادين السياسية والدبلوماسية قرابة نصف قرن من الزمان، وسجل له تاريخ الأردن أنه كان أصغر رئيس للحكومة فيه. لقد عاصر والده سمير الرفاعي بناء الدولة الأردنية، وكان زيد من الفاعلين في عملية البناء والتطوير، وأنفق سنوات عمله في المضمار السياسي في الإسهام في رفعة الأردن وإعلاء اسمه في المحافل الدولية، وها نحن ذا نرى المسيرة الطيبة تتواصل من خلال الأبناء والأحفاد. لكن أكثر ما أذكره هو روحه الطيبة وسمعته الرفيعة أثناء إدارته ورئاسته لمجلس الأعيان وتمثيله للأردن في الخارج. رحم الله الأخ والصديق زيد الرفاعي وألهم أسرته وكل محبيه الصبر على فقدانه. الحسن بن طلال. فيلم قصير مختصر ومقطر كما يقال عن الفقيد الكبير زيد الرفاعي رحمه الله فيما يلي من فقرات. القول يحلو بذكر الرجال الرجال الذين صنعوا المجد ونسجوا خيوط الوفاء وبرزوا حبهم للوطن الممزوج بدمائهم وعروقهم. إنهم الأوفياء للوطن والتاريخ الذين لم يروا في غير الأردن دنيا، ولم يغب الوطن عن جفونهم ولم يفارق حسهم. هؤلاء الرجال الصناديد القابضون على عشق الوطن لم يتبدلوا ولم يتغيروا، بل وضعوا الوطن في أحداثهم وسويداء قلوبهم. الذين عشقوا المكارم والمكرومات قليلة العشاق، حتى صار الزمان بخيلا بمثلهم. فهم الذين عشقوا الوطن لا زلفى ولا ملقى، واليوم يتوجب علينا أن نحتفي برجل من رجالات الأردن العزيز، أحد أهم السياسيين الذين تولوا منصب رئيس الوزراء، الذي يترجم تاريخه حب الوطن الساكن في أعماق وجدانه، وكأن به يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. إنه دولة المرحوم الأستاذ سيد الرفاعي، الاسم المتجذر في مسيرة الوطن العظيم وسيرته. فهو من رجالات الرعيل الأول الذين رافقوا الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ومن بعده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعزز هذا التوجه نشأته في بيت سياسي كبير، وتجلى هدفه الأسمى في خدمة الوطن الأغلى والمساهمة في رسم صورته الأبهى. الوطن الذي غدا وطن المباهاة والعز والفخار. ولد دولة زيد الرفاعي في مدينة عمان عام 1936، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة المطران في عمان، ثم واصل دراسته الثانوية في كلية فيكتوريا في جمهورية مصر العربية.
في عام 1953 التحق دولته بجامعة هارفارد ليحصل منها على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم التحق بجامعة كولومبيا لدراسة الماجستير في القانون والعلاقات الدولية في عام 1958. بدأ الرفاعي عمله العام في مواقع وظيفية عديدة في وزارة الخارجية الأردنية، فقد عمل ملحقا في الوزارة والسفارات الأردنية في القاهرة وبيروت ولندن والبعثة الأردنية الدائمة في الأمم المتحدة وسفيرا للأردن في بريطانيا. عمل الرفاعي في الديوان الملكي العامر وشغل فيه مناصب عديدة، منها سكرتير خاص لجلالة الملك ورئيس التشريفات وأمين عام الديوان ورئيس للديوان، ثم المستشار الخاص لجلالة الملك الحسين. ليثبت أمانته ويستحق قربه من جلالته طيب الله ثراه، لذا جاءت حكومات الرفاعي الأربع في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال في مرحلة مهمة من تاريخ الأردن شهدت أحداثا مهمة محليا وإقليميا ودوليا. زيد الرفاعي عضوا في مجلس الأعيان لعدة دورات، وتولى دولته رئاسة مجلس الأعيان والمجلس العالي لتفسير أحكام الدستور منذ عام 1997 حتى قرر الاستقالة واعتزال العمل السياسي عام 2009، ولكنه واصل عطاءه ووفاءه للوطن دون أن يأبه بصغائر الأمور، ولأن المسؤولية تكليف لا ينبري له إلا الرجال، تحمل دولته مسؤوليات ومهام استثنائية وطنية بتكليف ملكي مباشر. ومن أبرز هذه المسؤوليات رئاسة اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون في عام 2016. من أجل هذا كله استحق دولته العديد من الأوسمة من الملوك الهاشميين والدول المختلفة، منها وسام مئوية الدولة الأولى ووسام النهضة المرصع ووسام النهضة من الدرجة الأولى ووسام الكوكب من الدرجة الأولى ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى وغيرها العديد من الأوسمة العربية والغربية. سلاماً على الذين يسهو بهم الوطن حيثما هلوا وحلوا، وسلاماً على من هم مدرسة في التفاني والتضحيات حتى لا تهزمنا الحياة. لقد سطر دولته صورة نموذجية في الكرم، كرم حب الوطن، فهو من الذين قيل عنهم: حر إذا جئته يوماً لتسأله، أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر. لقد حرص دولة زيد الرفاعي طوال رحلته في العمل السياسي على أن يؤدي واجبه دون تهاون أو تفريط، فالوطن يكبر برجاله الأوفياء الذين يهبون أنفسهم لتأدية واجباتهم الوطنية دون تهاون. وفي ذلك يقول: إن خدمة مليكي وبلدي وأمتي كانت هي الغاية عندي وهي الهدف، ولا أحسب أن في الكون كله هدفاً وغاية يفوقان ذلك قيمة وقدراً. هذا ما جاء عن عائلة دولته الكبيرة والتي كان دائماً يشاركها جميع المناسبات الاجتماعية أفراحاً وأتراحاً، وكان دائماً صاحب واجب. أما عن عائلته الصغيرة فهي الجانب الآخر لمسيرته الحافلة، فقد شكل دولته نموذجاً استثنائياً في حرصه على عائلته الصغيرة رغم مسؤولياته الوطنية، ونقش صورته البهية
في وجدان عائلته أباً وزوجاً وجداً وصديقاً ليشكل مصدر فخر واعتزاز تقتدي به الأجيال. في 12 من شهر آب من العام 2024 ترجل فارس السياسة الأردنية وذكراه خالدة في إرثه السياسي وتضحياته الوطنية الراسخة في مسيرة الأردن ليغادرنا رمزا وطنيا استثنائيا في الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية ومثالا فريدا في العطاء والتفاني الوطني. ذكرى مولد الراحل الكبير يصادف هذا اليوم، فرحمه الله ومأواه الجنة إن شاء الله. لم يكن الراحل الكبير واحدا من أهم السياسيين في الوطن الغالي وكذلك على الساحة العربية والعالمية فحسب، ولكنه كان من كبار المثقفين في مجالات عديدة ومختلفة، الاقتصادية، الدبلوماسية، الفكرية، ولعلي أشير من خلال معرفتي الشخصية إلى اهتمامه بالأدب العربي والعالمي بشكل واسع وشمولي، وقد دلني على هذه الميزة العظيمة عمه الشاعر الكبير دولة عبد المنعم الرفاعي رحمه الله. وثمة الكثير من الشواهد التي يمكن أن تروى فيما بعد، أما الكلمة الآن فهي لمندوب صاحبي الجلالة المعظمين دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو الملكي دولة الأخ أبا زيد آل الرفاعي الكرام، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرحل الرجال وتبقى مواقفهم، وبفخر يعيش الذكر الطيب والسمعة العطرة وكأنها روح لا تغادر فقيدا. لقد جمعنا الراحل دولة السيد زيد سمير الرفاعي حاضرا وغائبا، فظل هذا الرجل الكبير مرجعا في كل نقاش سياسي أو بحث عن مقاربات وطنية لأزمات الداخل والخارج. رحل عن عالمنا عميد السياسيين الأردنيين والمخضرم الذي تعلم في بيوت الحكمة، فكان العنيد في كل موقف تعلق بقيمة وطنية ليسطر قصة سياسي أردني تمسك بمبادئه وثوابته الأردنية. الحضور الكريم، لقد عاش الراحل أبو سمير حياة مليئة بالأحداث، وظل رفيق الراحل العظيم الملك الحسين طيب الله ثراه على طريق بناء مملكة أساساتها متينة وجذورها ضاربة في العمر محمية من كل المخاطر والتحديات، فكان تعزيز الهوية الوطنية الأردنية هو حاصل وعي جيل من رجالات الدولة آمن بمشروعها وناضل من أجلها وعبر بإخلاص عن مفهوم المصلحة الأردنية العليا التي تلخص معاني الوطنية وقيم المسؤولية. ولم يتأخر أبو سمير يوماً عن الواجب، فعندما كلفه جلالة الملك حفظه الله عام 2016 برئاسة اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، رأى فيه جلالته أن مهمة وطنية جليلة بهذه الأهمية والأثر تحتاج أن يقودها رجل دولة بمكانتي وعمق وخبرتي
راحلنا الكبير. وقد رأيت شخصيا كيف انشغل في تفاصيل هذه المهمة الجليلة، وكيف استدعى خبراته الواسعة وأسلوبه في القيادة والإدارة والتوجيه، فدخل في كل التفاصيل، كرس وقته لإنجاز المطلوب بالصورة التي أرادها جلالة الملك، استمع من كل الأطراف ودرس أعضاء اللجنة الواقعة ونظروا في النماذج الفضلة في العالم، فكان تقرير اللجنة وثيقة تأخذ اليوم مداها في التطبيق لتطوير جهازنا القضائي الذي نعتز به. السيدات والسادة الحضور، من نصائح راحلنا الكبير الضرورية لكل مسؤول: اعمل كأنه يومك الأخير، واجتهد كأن المستقبل كله أمامك. لقد كان الراحل يقظا في مدرسة الحياة، مدركا أن الصمت حكمة، ولكن الدفاع عن المبدأ الوطني هو الواجب والأساس. لذلك مثل هذا الرجل حالة أردنية متفردة، فكان يعرف وقت الكلام وإعلان الموقف، كما كان يعرف قيمة صمت الوقوع وصبر الكبير. ذكر دولة أبي سمير في الكثير من المذكرات السياسية لشخصيات محلية وعربية ودولية، فتوقفت عند وصفه بالأردني الصلب، وذلك بعد وقوفه صخرة ثابتة في وجه الضغوطات التي مورست على الأردن. وكان الرفاعي إلى جوار الملك الحسين الصادق والمخلص بفطرته الأردنية السليمة وحكمته العميقة. حضور الكرام، غادرنا أبو سمير ولم يغادرنا ذكره وأثره وحضوره في كل رأي وطني، ليكون بيت الحكمة ومرجع الرأي السديد في كل هم وقضية. غادرنا عميد رؤساء الحكومات وعميق الرأي والنصيحة وصاحب الحضور الثابت الذي لم ينجح أحد في استفزازه، وترفع بأخلاقه عن الخصومات والجدل من غير قيمة أو معنى. رحل عميد الساسة الأردنيين الذي أتقن العمل العام، فكان مستبصراً بالسياسة الخارجية، عميقاً في قراءته لتطور الداخل ومستجدات المراحل. ولا أدل على وعيه وثقته عندما شكل حالة فريدة أثناء عمله في مختلف المواقع، والتزامه بأدبيات اعتزال العمل السياسي ليكون مرجعاً في الثقة والثبات والحكمة. وبالنسبة لي شخصياً وللكثيرين ممن عرفوا أبا سمير أكثر وعن قرب، نتذكر حجم التفاؤل والإيجابية وثقته المطلقة بمستقبل الأردن، وكيف كان كريماً في النصح والإرشاد، وهو المستند لتجارب ومراحل وخبرات لعقود شهدت فيها المملكة صعاباً وتحديات جسام، جعلته واثقاً بحكمة وصلابة الأردن قيادة وشعب. رحم الله دولة زيد الرفاعي، وستبقى ذكراه حاضرة وإرثه الطيب ممتداً معكم. دولة أبي زيد إن شاء الله، حفظكم الله وحماكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدولة أبي غيث، وهو كما أعرف تماماً وتعرفون الأقرب منا إليه، أعني دولة الرئيس فيصل الفائز رئيس مجلس الأعيان، كلمة من القلب والضمير والوجدان، باعتباره الرجل الذي ورث مقاعد المرحوم أبو سمير رحمة الله عليه، التي هي كما تعلمون جميعا رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس الأعيان ورئاسة الديوان الملكي الهاشمي. والأهم من كل هذه المقاعد في رأيي وفي رأيكم أنتم مقعد القلب ومقعد الروح
ومقعد الوجدان. الكلمة لدولة الرئيس فيصل عاكف الفائز، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أصحاب السمو الأمراء دولة الأخ العزيز سمير الرفاعي، أسرة المرحوم ومحبيه وأصدقائه، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم لنستحضر سيرة شخصية وطنية كبيرة وفريدة، نستحضرها بقلوب يعتصرها الألم حيث أوجعنا فقدها ورحيلها، فهو من أبرز رجالات الوطن وأبنائه المخلصين، صاحب سجل حافل بالعطاء والعمل والاجتهاد لرفعة الوطن وخاصة العرش الهاشمي المفدى في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والدبلوماسية. إنها سيرة المرحوم بإذن الله تعالى دولة الأخ الكبير زيد الرفاعي أبا سمير رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. إننا نقف اليوم بكل احترام وإجلال أمام سيرة رجل دولة وسياسي محترف ودبلوماسي ابن مدرسة الهاشميين، نستذكره معا رجل دولة مليء بالحكمة والمعرفة وشخصية رفيعة تتسم بالأدب والخلق الرفيع، شخصية لم نعرف عنها يوما أن تراجعت عن مبادئها الأساسية وإيمانها المطلق بأن الأردن رقم صعب عصي على الاختراق والعبث بأمنه واستقراره. الحضور الكريم، عندما نتحدث عن صاحب الدولة أبي سمير فإننا نتحدث عن قامة وطنية جبلت على حب الوطن وترابه الطهور ودانت بالولاء لقيادتنا الهاشمية، وقد غيبه الموت عنا بعد حياة حافلة بالعطاء امتدت 60 عاما بالعمل السياسي، كان خلالها رجل دولة وسياسي من الطراز الرفيع وشخصية تركت خلفها الأثر الطيب ونبل السريرة ونقاء القلب. لقد عرفت المرحوم منذ عقود وربطتني به أواصر المحبة والاحترام، كما ترتبط عائلة المرحوم بعائلتي علاقات صداقة واحترام. المرحوم دولة سمير الرفاعي الأول كانت علاقته قوية ومتينة ومتواصلة مع جدي المرحوم مذقان الفايز، وانتقلت علاقة الأخوة والمحبة عبر الأجيال بين المرحوم زياد الرفاعي ووالدي المرحوم عاكف مذقان الفايز، وستستمر إن شاء الله على الدوام علاقات أسرتينا المتميزة والقوية التي تقوم على الاحترام وكل ما من شأنه خدمة الوطن وقيادته الهاشمية. لقد عرفت المرحوم أبا سمير فارساً أردنياً شجاعاً، شجاعاً في قول الحق ومفكراً عميقاً، صاحب رؤية حكيمة، كبير بمواقفه وأخلاقه وقيمه ومبادئه، عاش أصيل الولاء والانتماء ونذر نفسه خدمة للوطن وقيادته الهاشمية، فلم يبخل على وطنه بنصيحة أو خدمة ولم يتوانى عن أداء الواجب. فالمرحوم رمز من رموز الوطن أفاض على وطنه بعطاء غير محدود. الحضور الكريم، إن المرحوم أبا سمير وإن كان صاحب دولة فإنه لم يكن مجرد رجل دولة فحسب، بل هو صاحب مدرسة سياسية، مدرسة لها أثرها العميق في الحياة السياسية الأردنية، نهجها الإيمان بقوة الدولة والعرش الهاشمي. وقد عرفناه وخبره الأردنيون بأنه صاحب الرؤية الحكيمة والعميقة والفكر المستنير والكلمة الصادقة، الحريص دائما على الوطن ونهضته وشموخه ومناعته. المرحوم من الذين تعلمنا منهم كيف يكون العطاء والانتماء للوطن وقيادته. إن المرحوم رجل الدولة الكبير كان أحد الشخصيات المركزية في الحياة السياسية الأردنية.
حيث آمن طيلة حياته السياسية في مختلف مواقع العمل العام بقوة الدولة والحرص على نهوضها وشموخها. وخلال مسيرته واجه خصومه بصبر وفروسية وترفع عن الصغائر ونبض الصالونات السياسية وحافظ على صورة رجل الدولة الكبير وصاحب الإرث الثري في خدمة وطنه وقيادته. ومسيرته أصبحت اليوم جزء من تاريخ الأردن العريق، وهي حافلة بالإنجازات والمواقف الشجاعة التي كانت تصدر عن إيمان عميق متأصل بالأردن ورسالة قيادته. الحضور الكريم، قد رحل عميد رؤساء الوزارات دولة أبا سمير، وبرحيله فقد الأردن علما من أعلامه وأحد أركان السياسة الأردنية على مدى عقود متتالية. رحل أبو سمير وهو يحمل في كفه وسام شرف رسمته رصاصة قدر أطلقتها فئة باغية حاولت اغتياله أواخر عام 1971. كانت مسيرته الناصعة جزءا من تاريخ الأردن، ومواقفه كانت تصدر عن إيمان عميق متأصل بالوطن ومصالحه العليا. لقد ترجل الفارس والوطن بأمس الحاجة إلى أمثاله من الرجال أصحاب المواقف الثابتة والشجاعة، وممن يملكون الحكمة وحب الوطن مغروس في قلوبهم. ومن خذانه يكون الأردن قد فقد زعيما وطنيا وسياسيا عروبيا استثنائيا. فإلى روح أبي سمير الرحمة والسكينة، ولتبقى ذكراه العطاء خالدة في نفوس وقلوب محبيه، وإلى عائلته السيدة الفاضلة أم سمير، وإلى عائلته الكريمة العزيزة خالص العزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان القضاء دائما شغل عميد رؤساء الشعب، فالعدل أساس الحكم كما تقول القاعدة الفقهية. وعلى امتداد الحكومات التي كان دولته رئيسا لها وهي عديدة، وكذلك المجالس التشريعية، بمعنى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لم تختلط الأوراق ولم يتداخل الحكم عندنا هنا في الأردن. فالفصل بين السلطات هو المبدأ الذي كان دائما وسيظل القائمة عندنا إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة العدالة والأمن والأمان. أما الكلمة الآن فهي لعطوفة الأستاذ محمد الغزوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة مندوب صاحبي الجلالة أصحاب السمو الملكي، دولة السيد سمير الرفاعي وأسرة الفقيد، أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة، السيدات والسادة، الحضور المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع في هذا اليوم لتأبين قامة من القامات الوطنية ورجل عظيم من رجال وحماة الدولة الأردنية، وجند من جنود العرش الملكي الهاشمي المفدى، وقائد حكيم صادق ومخلص وأمين، وصديق وأخ ارتقى إلى بارئه مطمئناً راضياً مرضياً، فعز علينا وداعه وفراقه. في هذه اللحظات وإذا العيون تفيض حزناً والأفئدة ألماً لفقدان دولة الأخ زيد الرفاعي، تتملكنا مشاعر الاعتزاز والفخر بسيرته المعطرة بعبق البذل والعطاء في سبيل ترى هذا الوطن وتطوره ونمائه ورفعته ورخائه ورخاء شعبه وإرثه المديد من الإنجازات التي سطرت ذكرى خالدة في ذاكرة الوطن وتاريخه. فكان هو للإخلاص والعمل الجاد الدؤوب عنواناً وحكاية. ولعلنا ندرك النشأة الوطنية لدولته وترعرعه في كنف أسرة كريمة مشبعة بالمبادئ والقيم العربية الأصيلة، ومن لدنه ورث إخلاص الوطن والانتماء للقيادة الهاشمية،
وتولدت لديه السمات القيادية، فكانت بداية مسيرته السياسية مبكرة في زمن كثرت فيه التحديات وكانت أكبر من الأحلام. السادة الحضور، نستذكر في هذا المقام مسيرة الفقيد في رئاسة الحكومات المتعاقبة ومجلس الأعيان الزاخرة بالنجاحات وحكمته في ترسيخ الرؤى والأهداف الوطنية لمستقبل واعد ومشرق للأردن على الرغم من رياح التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومقاومة التغيير التي عصفت في المملكة والدول المجاورة، ثابتاً راسخاً متطلعاً بمصيرة ثاقبة نحو خلق آفاق وسبل جديدة مطورة للدفع بعجلة البناء والتطوير إلى الأمام بعزيمة وإصرار لا نفاد له، ولتذليل الصعاب دون الانغماس في عتمة تلك التحديات والانصياع لها، فتحلى بقدرة قل مثيلها على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات العظام، وكان رمزاً للقيادة السياسية المحنكة في أوقات عصيبة. نستحضر ذكرى الفقيد الطيبة ومساهمته في بناء هذا الوطن، فاجتمعت لديه الرؤى الاستباقية والقدرة على إدارة مؤسسات الدولة وتوظيف مواردها وإن شحت على أمثل وجه وشحذ الهمم فيها، ومد جسور التعاون بين السلطات وتضافر جهودها لبناء خطط وطنية هادفة استهدفت الشؤون الاقتصادية والمالية والسياسية والإدارية، فكان حريصاً غيوراً على مصلحة المواطن كحرصه وغيرته على الوطن ومقدراته. وأن إنسانية المغفور له بإذن الله وحنكته الدبلوماسية وإخلاصه وانتمائه لذرى هذا الوطن والقيادة الهاشمية جعلت منه خيراً ممثلاً للأردن في المحافل الدولية والإقليمية، فعمل على توثيق العلاقات الدولية ومد جسور التعاون مع الدول العربية والأجنبية وجذب الاستثمارات والمشاريع التنموية والاقتصادية وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي، فكان لجهوده إسهامات كبيرة في رفعة مكانة الأردن على المستويين العربي والدولي. ولعلنا جميعاً قد جمعتنا لحظات ومواقف مع الفقيد أذهلنا فيها ما امتلكه من مكانات تحليلية وقدرات عظيمة في تفسير النصوص وأحكام الدستور، فأوجد برئاسته للمجلس العالي لتفسير الدستور لفترات طويلة منهجاً علمياً رشيداً جمع فيه الأسلوبين المتجدد والمنضبط في تفسير الدستور، محققاً التوازن ما بين ركائز ودعائم الدستور والدولة الأردنية وبين حقوق المواطنين. السادة الحضور، لقد حظيت كعضو في اللجنة الملكية الثانية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان يترأسها الفقيد بفرصة العمل معه عن كثب، فما شهدت فيه خلال الأشهر الأربعة لعمل اللجنة إلا المرشد النصوح والقائد الحكيم الحليم المتواضع، وما وجدت فيه إلا نبل وطيب الخلق والإنسانية الصادقة ورجاحة العقل وعمق الفكر واحترام الرأي الآخر وتقبله، وما كان منه إلا الحرص الشديد على قداسة رسالة القضاء ودعمه الموصول لتعزيز استقلاله وإشادته بجهاز أعضاء الجهاز القضائي العظيمة لما يحملونه من أعباء ثقال في سبيل تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وإنني وزملائي أعضاء اللجنة الملكية نشهد بدور الفقيد الكبير في نجاح اللجنة بما كان يتمتع به كرئيس لها من خصال الدبلوماس الفهيم والمفاوض الصبور المحنك التي كان لها الفضل الكبير في تقريب وجهات النظر المختلفة للأعضاء للتوافق على مواطن التحديث والتطوير في أعمال الجهاز القضائي وسبله، والخروج بتوصيات نهائية وخطة تنفيذية غيرت الصورة النمطية للقضاء الأردني وأحدثت تحولاً كبيراً في تاريخه ورسخت وقننت مقومات استقلاله ومأسسة سبل تطوره وتحديث المنظومة التشريعية وتطويرها. السادة الحضور،
إن الفقيد الراحل حمل في قلبه حباً عميقاً لوطنه وشعبه، وستبقى ذكراه ومناقبه وإسهاماته السياسية والوطنية والاجتماعية حية في وجدان الأردنيين، وسيبقى مصدر إلهام لكل من سعى لخدمة الأردن بكل إخلاص، وسيبقى رمزاً للإنسان النبيل والأمل والطموح والإخلاص والعطاء، وسيبقى إرثه نبراساً يمتد إلى الأجيال القادمة يلهمهم العمل من أجل مستقبل وحياة أفضل. وختاماً، إن فقيدنا هو فقيد وطن وخسارة لنا جميعاً، وإن بقيت ذكراه مخلدة في قلوبنا، وإننا وإذ ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه ومحبيه وأصدقائه والشعب الأردني الصبر والسلوان، فإننا مكملون المسيرة في العمل من أجل وطننا الغالي، مستلهمين من مسيرته العطاء والبذل. رحم الله دولة الأخ زيد الرفاعي، ونسأل الله أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية من كل شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين يذكر أبو صالح يذكر معه الوفاء والكفاءة والإخلاص، وكذلك المعرفة والدراية الحقيقية، وبخاصة في المسائل المالية والاقتصادية وحتى السياسية. وكان يعتبره عميد الرؤساء أبو سمير رحمة الله عليه صاحب الرأي السديد والموثوق الذي يعتد به، ولديه ما يقوله عن صديقه الكبير في هذه اللحظات، صديق أبو سمير الكبير أيضا في هذا المساء الحزين، الكلمة لمعالي الدكتور رجائي المعشر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على روحك الطاهرة يا فقيدنا الغالي، سلام على روح من لم نرى منه إلا كل عشق لتراب الأردن وكل ولاء صادق أمين لقيادته الهاشمية، سلام على روح من لم نرى منه إلا عزة النفس وحب العطاء ورفعة الخلق. دولة الرئيس مندوب صاحبي الجلالة أصحاب السمو والدولة والمعالي والسعادة والعطوف الأفاضل، عائلة دولة المرحوم زيد الرفاعي الأحبة أطال الله في عمركم، الحفل الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا. أعود إلى اللحظة المؤلمة التي بلغني فيها خبر وفاة دولة السيد زيد الرفاعي، فأنا خارج الوطن ولم يكن بمقدوري أن أقف عند نعشه الطاهر لألقي عليه نظرة الوداع، وأقوم بواجب العزاء والمواساة لعائلته المكلومة والصابرة على رحيل هذا الضوء الوطني العروبي الشامخ. وفي ذات الوقت الذي كنت فيه أيضا على موعد مع أشد الأوقات إيلاما وحزنا في حياتي، إذ شاءت الأقدار وخلال 24 ساعة من ذلك أن ينتقل نجلي الوحيد صالح إلى رحمة ربه. والتعبير عما في الوجدان أمر ليس سهل عندما يكون الجرح في النفس عميقا، بل إن ذلك اليوم كان من أصعب أيام حياتي، إذ فقدت أخا وصديقا غاليا وابنا وحيدا بنيت عليه آمالي. وأتحدث عن ثنائية الراحل الكبير ونجلي صالح، والحديث ليس عبثا، ولأبي سمير رحمه الله موقف يؤكد كم كان هذا الرجل يحمل بين ضلوعه قلب إنسان لا يوصف. فعندما كان صالح في الثانية من عمره، اتصلت والدته بأم سمير وسألتها إذا كان لديهم أفلام فيديو للأطفال، وكان ذلك في بدايات تكنولوجيا أفلام الفيديو، وتم ذلك على الفور، وكانت المفاجأة أن الذي أحضر الأفلام هو الفقيد زيد الرفاعي.
وعندما شكرته واعتذرت لإزعاجه أجابني: صالح غالي علينا، وأنت يا أبا سمير غالي علينا أيضا. وشاءت الأقدار وتقلبات الدهر الموجعة أن يلتقي الاثنان في طريق مشترك عندما أصيبا بالسرطان في ذات الوقت تقريبا. ولن أنسى ما حييت لهفة الفقيد الكبير وحنيته كلما بادرني باتصال يسألني فيه عن تطور الوضع الصحي لابني صالح، وأزم أن وفاته التي سبقت وفاة صالح بيوم واحد كانت قد جنبته حزنا كبيرا سيبقى في قلبه، لأنني أعرف حجم محبته رحمهم الله. لقد أتيت بهاتين المقاربتين لأعطي مثالا على عمق العلاقة العائلية والصداقة الحقيقية التي تربطني بفقيدنا الكبير الذي كان أخا وفيا وصديقا مخلصا وناصحا أمينا. فقد كان رجلا قل نظيره، ليس فقط في صداقته وعاطفته وإنسانيته، بل في كل أوج حياته. الحفل الكريم، عرفت زيد الرفاعي حينا طويلا من سنوات العمر، ولطالما نهلت منه وكنت أعجب بسعة أفقه وقناعاته التي ظل متمسكا بها إلى الزفير الأخير من حياته. لقد أمضى أكثر من نصف قرن في خدمة الوطن وبأقصى درجات الولاء والانتماء للعرش الهاشمي المفدى، وكان ممن نالوا شرف العمل إلى جانب المغفور له الملك حسين بن طلال الذي أوكل إليه رئاسة الوزراء 4 مرات. وكان رحمه الله يؤمن بأن العمل الحكومات لا بد أن يتطلع عليه صيغة الاستمرارية والتراكمية. وأعود بذاكرتي إلى العام 1985 وأعطي مثالا، فهو عندما تسلم رئاسة الوزراء دعا الفريق الاقتصادي لإجراء مراجعة تامة للوضع المالي العام، وكانت المفاجأة إن حجم المديونية كان أكبر بكثير مما كانت تبينه الإحصاءات، وأن تغطية الدينار كانت أقل بكثير مما تم إصداره. وعلى الفور كان قراره بأن مسؤولية الحكومة معالجة هذا الحال، وطالب من المسؤولين وضع خطط للمعالجة، ولم يلجأ مثل ما يفعل غيره إلى تحميل المسؤولية لمن سبقه. عرفته رئيساً لمجلس الوزراء ورئيساً لمجلس الأعيان، فكان يتحلى بذات الصفات النبيلة المتمثلة بالعمل المتقن وبذل كل جهد ممكن ضمن منظومة واسعة من القيم الرفيعة، فضلاً عن أنه كان صاحب المبادرات الخلاقة والأفكار البناءة، وكان مؤمناً بحرية الفكر وبمنهج الحوار. عشق السياسة كعلم له قواعده ومبادئه في حل المعضلات والمشكلات مهما استعصت حلقاتها. على ذلك كان إنجازاته نوعية ومميزة، ويعرف ذلك من عمل معه أو راقب إداءه بعين مجردة بعيداً عما تعرض له من نقد ومحاولات قام بها خصومه كرجل دولة لينتقصوا منه، فنالوا من أنفسهم ولم ينالوا منه، وبقي الحق هو الحق. وبعد أحداث عام 1989 الذي يعرف قلة من الناس من استغلها وجيرها في أجندات داخلية خاصة وأخرى خارجية، أبى إلا أن يتحمل المسؤولية كاملة، لأنه كرئيس مجلس وزراء والوزراء معه هم أصحاب الولاية العامة، وهم وحدهم تقع عليهم المسؤولية. هكذا كان يعمل، لأنه رجل دولة، وهذا ما يميزه عن أصحاب الوظائف أو المتهافتين على الألقاب. لقد تعرض فريقنا الكبير لظلم كبير عبر مسيرته السياسية، فقد حمل الكثير من القضايا المثيرة للجدل
على غير وجه حق، وكان يستمع إلى ما يشاع من حوله من أصدقائه أحياناً ومدعي صداقته وخصومه أحياناً أخرى، وكنت أرى الألم في عينيه عندما يكون الصديق مصدر الحديث والإشاع والافتراء، وعدم الافتراء عندما يكون الحديث من يدعي صداقته. وكان يقول دوماً: أما خصومي فإنهم يتعاملون معي بخلقهم، فمنهم من كان مقتنعاً بما يقول وهؤلاء هم المحترمون، وآخرون يستخدمون الافتراء للطعن بشخصي. على كل حال يا جبل ما يهزك ريحي. وللأمانة لقد أنصف راحلنا الكبير بعد تقاعده من العمل السياسي أكثر بعد وفاته، فسمعنا الإشادة به وبإنجازاته الكبيرة وعن شخصه، وأجمع العدو والصديق على أنه رجل دولة بامتياز، وبأنه خدم الأردن ملكاً وشعباً بكل اقتدار. وفي هذا الصدد ما زالت في مسامعي أصداء ورسالة المغفور له الملك الحسين التي قبل بها استقالة حكومته عام 1989 عندما وصفه بالإنسان الشريف والمخلص الأمين. الحفل الكريم، وكما عمل أبو سمير في عهد الملك الحسين، فقد تشرف بالخدمة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، فكان رئيساً لمجلس الأعيان، فضلاً عن تشرفه بتكليف ملكي لرئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. وأقتبس من رسالة جلالة الملك إليه حيث قال: لقد عرفتك منذ سنين خلت جندياً مخلصاً للوطن في مختلف المواقع والميادين التي هللت بها وتحملت فيها أمانة المسؤولية بكل كفاءة وحرصاً على تحقيق الإنجاز المنشود، وأجد في هاتين الشهادتين من ملكين هاشمين عظيمين هما الأعلم والأصدق ما يفي فقيدنا الكبير حقه. السيدات والسادة الأكارم، الحديث عن فقيد كبير ورجل دولة رفيع بحجم قامة السيد زيد الرفاعي ومكانته لا شك أنه حديث يطول ويتشعب، فالرجل عاش حياته امتازت بعمقها لأنه كان سياسياً محنكاً ودبلوماسياً قديراً، ويجد كل من يتصل به مساحات للود واللقاء مهما تعارضت الأفكار وتناقضت المبادئ، وتفسير ذلك أو مرده أن سماحة وتسامح أبو سمير وعقله الراجح وحكمته كان لها الدور الكبير على الدوام في التركيز على القواسم المشتركة والعودة إلى اتفاق الرأي تحت مظلة الاعتدال والوسطية. حقاً إنه كان رجل المهمات الصعبة وخازن الأسرار وصاحب المواقف الجريئة الذي لم يجامل على حساب الوطن، فتحمل المسؤولية في الظروف الصعبة ونهض بالمهمة على أحسن وجه. رحم الله دولة السيد زيد الرفاعي رحمة واسعة، وفقد فقدنا بفقده رجلا من رجالات الدولة الشرفاء، كما خسرنا صديقا كريما وشخصية لا تعوض. رحمه الله وطيب الله ثراه وأجزل له من الفضل كفاء ما قدم لوطنه ولأمته ولأهله ولناسه، وألهم الصبر أسرته وأصدقائه، وأننا في خلفه الصالح للعزاء والأمل. شكراً لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هل في فلسطين الجريحة أنة إلا وفي عمان كان البلسم؟ قد عانقتها بالسلاح سيوفنا، ومشت تؤرقها الجراح فنلف. هل لي إلى القدس الحبيبة رجعة ولواك فقاق وجيشك مخدم، وعلى جدار القدس أضرع خاشعا أن ينصر الباري وأنك تسلم؟ هذه القصيدة، أبيات القصيدة
للمرحوم الشاعر الكبير دولة عبد النعم الرفاعي، يخاطب فيها سيدنا الحسين رحمه الله في عيده الخمسين، ولا أظن أنها تحتاج إلى أي تعليق، لكنني آثرت أن أقدم لها معالي الأستاذ رجاء الدجاني فليتفضل. مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرحوم زيد الرفاعي كما عرفته أصحاب الدولة والمعالي والسعادة الكرام أسرة الفقيد والأخوات والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الحديث عن راحل عظيم وفقيد تربطني به صلة وثيقة استمرت لعقود تمثل بحق واجبا أعترف به، تفرضه علي مكانة فقيدنا وإنجازاته الفضيحة ومسؤولية أخلاقية تحتم على من يسرد شيئا من سيرته أن ينصفه حقه. كيف وأنا أستذكر في سطور قليلة أخا وصديقا بحجم دولة الأخ زين سمير الرفاعي رحمه الله، فأن تكون رئيسا للوزراء 4 مرات وسفيرا ووزيرا وأمينا عاما للديوان ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي ورئيسا لمجلس الأعيان لعدة دورات وحاصلا على العديد من الأوسبة بما في ذلك وسام محبة الأصدقاء، وكل من عرفك يعكس بأنك رجل دولة وطني ورئيس حكومة من القامات الكبيرة. عرفته منذ مراحل الدراسة الابتدائية في مدرسة المطران بجبل عمان، حيث كان رحمه الله يكبرني ب3 أعوام، مرورا بعد ذلك بصداقة متينة كما ترافقنا في عدة أسفار لنحضر معا المؤتمرات في الخارج. وأذكر أنني وقبل أن أكون وزيرا رافقته إلى جنيف عام 1973، حيث كان المؤتمر يعقد أعماله وبرعاية أمين عام الأمم المتحدة وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبحضور وزراء خارجية كل من مصر والأردن والكيان الصهيوني، فيما تغيبت عن المؤتمر سوريا ولبنان، وحينها كان المناخ السياسي السائد متوترا. وبعد جولة مكوكية لوزير الخارجية كيسنجر في المنطقة وتبنيه استراتيجية الخطوة خطوة والتي أكد بها مخادعا أن هدف المؤتمر هو السلام، فيما الحاجة الملحة واللحظية هي التعزيز لتعزيز وقف إطلاق النار من خلال فك الارتباط، توصل إلى فك الارتباط القوات كخطوة أساسية لتطبيق القرار رقم 242. فعقب المؤتمر تم توقيع مصر 74 وسوريا عام 75 على تفاهمات مع الكيان الصهيوني والتوجه بأن تكون الدبلوماسية هي الحل للصراع وليس المواجهات العسكرية. وكانت هذه خدعة كيسنجر لإبعاد وتحييد مصر عن ميدان المواجهة العسكرية. وقد كان حضوري للمؤتمر إضافة نوعية لمعرفتي بالدبلوماسية الدولية وصحبتي لسياسي المخضرم والاطلاع على أدائه فيما يخص حيثيات المؤتمر أو ما تلاها عبر عقود طويلة من الصراع والمواجهة سواء العسكرية أو الدبلوماسية،
فقناعتي الشخصية تجيب عليها أحداث اليوم من بطولات طوفان الأقصى مقابل وحشية وبشاعة جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية ولبنان المدعومة من الغرب الإمبريالي الاستعمار المتوحش. ونظراً لتعدد الجوانب والمجالات التي يمكن لمن عرف الفقيد أن يسهم في حديثه عنها، فإنني سأقف عند بعض المحطات والمواقف التي خبرتها عنه بحكم عملي بمعيته خلال تكليفي وزيراً للداخلية وقبلها وزيراً للنقل وللتاريخ وللأجيال. أقدم شهادتي على بعض أحداث ذلك العهد الوطني الهام الذي شهد مخاضاً معقداً من الأحداث تجاوزها الأردن بهمة ووطنية رجاله ومنهم الراحل رحمه الله. لكن وقبل الحديث عن تفاصيل بعضها وتداعياتها أشير بأن الفترة الحساسة التي تولى فيها رئاسته للحكومة وما شهدتها من تحديات داخلية ومرتبطة بتحديات اقتصادية واجتماعية إلى جانب ضغوط خارجية كانت سبباً وعاملاً بأن يكون المناخ السياسي والواقع الاقتصادي بما في ذلك فاتورة ديون خارجية كانت نتاج إدارة من سبقه من حكومات. وأقولها بصراحة وعلى الرغم من ذلك بلغت المديونية في عهد الفقيد حوالي 4 مليارات ونصفها عسكرية نفقات عسكرية والنصف الآخر نفقات مدنية خدمية وتنموية، ولكن حان وقت سدادها لأسباب يطول شرحها. وتزامن ذلك مع تراجع قيمة الدينار الأردني بنسبة بلغت حوالي 35% من قيمته مقابل الدولار، رافقها عجز في ميزان المدفوعات بلغ 125 مليون دينار. وبالطبع على المستوى الدولي كان المناخ السياسي يشهد بداية سقوط الاتحاد السوفيتي وبداية الانهيار الاقتصادي، وجميعها ظروف تزيد من ثقل المسؤولية المناطة بالحكومة وقدرتها القيام ببرامجها بسهولة. والكثير من تداعياتها على الأردن لم يكن سببها كما ذكرت بأن ليس للحكومة الراحلة علاقة بها، علما بأن الإخلاص للوطن وخدمة قضايا الأمة معادلة أساسية في عمل وحكومة الراحل، تنفيذا وتجسيدا لفكر وموقف المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله وطيب الله ثراه. ومن بين المواقف والأحداث الداخلية أحداث نيسان 1989 والتي اشتعلت في ظروف لا بد من ذكرها، ولكل من يراجل هذه الفترة من الباحثين والدارسين ليبين فيها عارفا وليس مرددا لأقاويل وإشاعات هدف مطلبها آنذاك تعقيد المشهد وتأزيم الموقف لمصالح وأجندات معينة، وهي أمور لها أبعادها الجغرافية والاقتصادية والأمنية ويمكن احتوائها. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا انتشرت وقعة الأحداث بسرعة؟ ولماذا توافد على الوطن الكبير الكثير من الإعلاميين الأجانب في دون وجود أي فعاليات أو أنشطة في الأردن تستوجب حضورهم لتغطيتها؟ والسؤال الآخر: لماذا انتهت الأحداث بحلول إدارية تتعلق بتغيير الوزارة
وليس بحل اقتصادي ملموس عالج فيها فعليا ما قيل لها الاسباب ولا الاهداف. ولكنني وانطلاقا من معرفتي الدقيقه بمجريات الامور انذاك اعتقد جازما ومتيقنا بان اليد الخارجيه كانت تريد اثاره الفتنه والضغط على الاردن لمواقفه القوميه وعلاقته مع العراق الشقيق. ان كل هذه الظروف الشائكه والتي احتاجت الى حل اقتصادي بالدرجه الاولى جاءت مع توقف المساعدات والمنح، بل على العكس من ذلك رافقها ضغط خارجي. وبالرغم من انعقاد القمه العربيه في بغداد عام 78 والتي اقرت فيها الدول توجهها نحو دعم الاردن بمبلغ مالي قيمته حوالي مليار وربع مليار دولار، الا انه للاسف لم تلتزم اي من الدول العربيه بذلك الدعم باستثناء العراق، علما بان الحكومات في الاردن نشطت في تلك الفتره تجاه الانفاق على المشاريع الحيويه وتطوير البنيه التحتيه والخدماتيه، مما ادى الى عجز كبير في الموازنه كان لا بد من تغطيته بالمساعدات العربيه التي تقررت في مؤتمر بغداد، مما دفع الحكومه الى الاقتراض وهو امر وضعنا في مصيده الضغوط الخارجيه. وعندما كلف الفقيد رحمه الله برئاسه الحكومه عام 85 كان موعد استحقاق سداد تلك الديون، وامام ضعف رصيد البنك المركزي وانخفاض قيمه الدينار لجأت الحكومه لزياده الضريبه على المشتقات النفطيه والسجائر والمشروبات الروحيه والغازيه، مما اسفر عن احتقان شعبي يقابله حجم خارجي للمساعدات عن الاردن وعدم دعم الدينار. ويسجل للفقيد رحمه الله اعتماد سياسه ماليه لمواجهه الازمه بما يتوفر دون الوضوح للضغط الخارجي. وبلغه الارقام مثلا كانت ميزانيه عام 88 حوالي مليار و75 مليون دينار خصصت لمشاريع انتاجيه، مصنع صخر المعادن في الشمال ومصنع لاستخراج الصخر الزيتي في الحسا ومحطه العقبه الحراريه، التشديد في استيراد بعض السلع بوفر 200 مليون دولار من العمله الاجنبيه، ومشاريع انتاجيه مهمه نفتقد بعضها اليوم ودورها التراكمي التنموي وقدرتها على مواجهه التحديات الاقتصاديه المتعاقبه، خاصه اليوم في ظل مديونيه تلامس 60 مليار دولار الى جانب محيط اقليمي مشتعل بحرب وحشيه صهيونيه يوافقها استراتيجيه ممنهجه بالقتل والاسر والتهجير والاستيطان وتوسير لدائره العدوان، مما لا يشجع على الاستثمار والتنميه وتحسين الاوضاع الاقتصاديه في الافق القريب. لذا لم يعد مجديا تغيير الحكومات وتبديل الادارات، ولكن الحل يكمن في استراتيجيه وبرامج مرنه تستطيع التعامل مع المتغيرات. ان هذه العقليه المدبره للفقيد والتي تم انتقادها للأسف من البعض بما في ذلك محاولة التقليل من دورها القومي في دعم القضايا العربية يدافع عنها التاريخ نفسه. إن دماثة خلق الفقيد وحسن سيرته وخصاله الحميدة
وصلابة شخصيته في مواجهة أي طاغية، كتوما لم يكن مفشيا للسر ولا ساعيا لخصومة، عفيف اللسان نقي السريرة، لا يذم أحدا وإن أساء له، حتى وإن كان البعض قد تجنى عليه لمجرد خلافهم معه بالرأي. كما لا يذكر عن الرجل أنه كان قمريا أو سلطويا. وختاما أتقدم بالعزاء الحار من الأخت العزيزة أم سمير، ومن دولة الأخ العزيز سمير والأخت العزيزة علياء، والعائلة الكريمة وأنسبائهم وأقربائهم الكرام. فهذه هي الحياة، استقبال وفراق ووداع، والفراق صعب، ولكنه قضاء الله وقدره، ولا راد لمشيئته عز وجل. لقد كان الفقيد العزيز مدرسة، لقد كان مدرسة في كل شيء، ذو ثقافة عالية واسع الاطلاع، وشاهدت مكتبته تزخر بالكتب والمراجع الهامة. أسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعل جنات النعيم مأواه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو المعذرة على خير. أيها الراحل الكبير، يا أبا سمير رحمك الله، والأردن كله ممثل هنا هذه الليلة، الأحبة كلهم هنا في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق وإلى الغرب، كلهم يفتقدونك والحزن عليك كبير كبير. أما الكلمة الآن فهي لمعالي الأستاذ نايف القاضي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مندوب صاحب الجلالة رئيس الوزراء السيد جعفر حسان، أصحاب السمو أصحاب الدولة والمعالي، دولة الأخ سمير الجيد الرفاعي، آل الرفاعي الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 12 من شهر آب هذا العام فقد الأردن قيادة وحكومة وشعبا، قامة وطنية ورجل دولة من الطراز الأول، ومن مدرسة سياسية ودبلوماسية لها وزنها ومزاياها الفريدة وتأثيرها الكبير في الحياة السياسية الأردنية، وقربها من فكر وعبقرية جلالة المقهور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله. وأنا هنا أتحدث عن زين ابن سمير بن طالب الرفاعي السياسي والدبلوماسي الكبير، الذي رافق الملك الحسين بن طلال في مسيرته الطويلة بحلوها ومرها، وكان الرفيق المخلص الذي آمن بالأردن ورسالة الهاشميين وقام بخدمته منذ نشأته وطول حياته. ولد المرحوم زيد الرفاعي في عمان عام 36، وحصل على الشهادة الابتدائية من إحدى مدارسها، ثم حصل على الشهادة الثانوية من كلية فيكتوريا في مصر، وبعدها حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة هارفارد، وفي العلاقات الدولية من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وكغيره من أبناء هذا البلد، التحق بوزارة الخارجية الأردنية وعمل في سفاراتها في القاهرة وبيروت والأمم المتحدة، وسفيرا في لندن، ثم انتقل للعمل في الديوان الملك الهاشمي إلى أن أصبح رئيسا له. وبعد ذلك تم تعيينه سكرتيرا خاصا لجلالة الملك. الحضور الكريم، كان زيد الرفاعي أحد أبرز رجالات الدولة الذين خدموا عن قرب جلالة الملك الحسين رحمه الله وجلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني حفظه الله، وعرف
وعرف في أوساط الأردنيين بأنه الرفيق الأقرب لجلالته، وإنه من ألمع السياسيين الذين اكتسبوا ثقة الملك ومحبته وتقديره، واستمعوا واتسموا بالشجاع والالتزام في كل المواقع التي شغلوها، وتمتعوا بصدق الولاء للعرش والجرأة في الدفاع عن مصالح الأردن وشعبه العظيم. يقول عنه أحد معارفه إنه رجل لم يتخذ بحياته عدوا، واحدا، لكنه كان يتألم عندما يكتشف إن أحدا من الناس قد اتخذ منه عدوا. وهذا لا يعني أنه ليس له خصوم في السياسة، لأن هذه الخصومة لا قيمة لها عنده، فهي في النهاية لا تتعدى خلافا في الرأي والاجتهاد، وهكذا يفهم هو تلك الخصومة، وليس معنيا كيف يفهمها الخصوم أنفسهم. حضرات السيدات والسادة، في عام 1973 اختار جلالة الملك المرحوم الملك الحسين السيد زيد الرفاعي رئيسة الوزراء، وتشكيل حكومة خلفت حكومة الرئيس المرحوم أحمد اللوزي أبو ناصر رحمه الله. وبعد الأحداث الداخلية التي وقعت بين الأجهزة الأمنية والجيش العربي من جهة، والمنظمات التي استضافها الأردن في تلك المرحلة من جهة أخرى، وفي عهد حكومة زيد الرفاعي الأولى اشترك الأردن في حرب رمضان لمساندة القوات السورية الشقيقة في الجولان، على الرغم من عدم اطلاع القيادة المصرية والقيادة السورية الأردن على استعدادات وترتيبات تلك المعركة، لكن القيادة الأردنية وكعادة الأردن وطبعه في مناصرة الشقيق بادر بإدخال قوة أردنية مختارة من الجيش العربي الأردني والمشاركة الفاعلة في معارك الجولان إلى جانب القوات السورية، مما ساهم في رد العدوان الإسرائيلي على الجبهة السورية ومنعه من التقدم داخل الأراضي السورية الشقيقة. من جانب آخر، فقد شارك الأردن في عهد حكومة الرفاعي الأولى في مؤتمر السلام الذي انعقد في جنيف بإشراف الأمم المتحدة في 21 كانون الثاني 1973، حيث قدم السيد زيد الرفاعي ورقة إلى المؤتمر من 6 نقاط يعتبرها الأردن النقاط الأساسية في بناء عملية السلام في الشرق الأوسط. وكذلك في عهد حكومة زيد الرفاعي اشترك الأردن في مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر، وكذلك في مؤتمر القمة العربي السابع الذي انعقد في الرباط بتاريخ 26/10/24. خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة مندوب صاحبي الجلالة أصحاب السمو الأمراء، دولة الأستاذ سمير الرفاعي نجل الراحل الكريم آل الرفاعي الكرام، الحضور الكرام كل باسمه ولقبه، أحييكم أكرم تحية وأنتم تشاركون في حفل تأمين المرحوم بإذن الله دولة الأستاذ زيد الرفاعي، الذي حق عليه قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. أما بعد، فقد رغب إلي دولة الأستاذ سمير الرفاعي أن تكون لي مشاركة في حفل تأمين والده رحمه الله، فأقول وبالله التوفيق. لا يخفى عليكم أن أبا سمير سليل عائلة كريمة لها حظ وافر في السياسة والعلم والأدب، ما أهل الكثيرين من رجالاتها لنيل ثقة ملوك بني هاشم،
فأسند إليهم مهام جليلة في السياسة والإدارة والدبلوماسية، فظلوا على الدوام حاضرين في المشهد السياسي والاجتماعي. فرحم الله أبا سمير وجعل العوض في نجده دولة الأستاذ سمير وفي أسرته المحترمة. لقد توطدت علاقتي مع دولة سمير الرفاعي حين عهد إليه جلالة الملك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فأدارها بحكمة واقتدار، وكان من بواكير إنجازات هذه اللجنة تعديلات قانونية ودستورية جرت بموجبها انتخابات المجلس النيابي الحالي وتوفيق أوضاع الأحزاب السياسية التي يؤمل أن تكون خطوة هامة على طريق تحقيق ديمقراطية تليق بالشعب الأردني الوفي. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان الراحل الكريم دمث الخلق حسن المعشر يألف ويؤلف وفيا للعرش الهاشمي ولأصدقائه ومعارفه، وقد عهد إليه بتشكيل أربع حكومات وبرئاسة مجلس الأعيان على مدى 12 عاما وبرئاسة الديوان الملكي وتمثيل الأردن في عدد من الأقطار العربية والدولية وبمهام عديدة. لا يخفى عليكم أن كل من يتقلد مسؤولية كبرى يتفق نعم معه الناس ويختلفون، وهذا شأن الخلق جميعا إلا عصمة لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس يختلفون في الرؤى والاجتهادات لحكمة أرادها الله سبحانه، القائل في قرآنه العظيم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وهذا ما يعرف بلغة السياسة بالتعددية السياسية، والاختلاف هنا اختلاف تنوع وتكامل لا تنازع وتصادم. ومن هذا الفهم للاتفاق والاختلاف فقد كان حبل الود بيننا، أعني بيني وبين الراحل الكريم، موصولا والتواصل مستمرا في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية ومن خلال العمل البرلماني حتى خلال فترة مرضه إلى أن لقي وجه ربه. أيها الإخوة والأخوات، أما الذي لا يجوز الاختلاف عليه فهو الوطن. فالأردن وطن أي وطن، وحسبه أن يقول فيه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. والأردن في الكنف الأول من أكناف بيت المقدس، موضع البركة والقداسة، حيث يقول الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والأردن صاحب وصاية على المقدسات في بيت المقدس، وأهله مرابطون إلى يوم القيامة، وهو عروبي
وحدوي وجيشه الجيش العربي ومواقفه مواقف عربية إسلامية، فهو مع قضايا أمته يفرح لفرحها ويتألم لألمها ويضحي من أجلها، وهذا يرتب على الأردن مزيدا من المسؤولية إزاء شقاء الروح والمصير في غزة وفلسطين حتى يندحر الاحتلال. والأردن بهذه الخصائص والمزايا يتوجب على كل أبنائه والأوفياء له من أمته أن يبذلوا ما في وسعهم ليظل وطنا حرا عزيزا شامخا مزدهرا. أيها الإخوة والأخوات، لا يغيبن عن البال أن الأردن مستهدف على الدوام من الطامعين والشانئين وفي مقدمتهم المشروع الصهيوني العنصري الاستيطاني التوسعي المتطلع إلى التمدد، ولا سيما بعد الإشارة التي التقطها رئيس وزراء العدو من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وهذا يحتم علينا أن يكون كل مواطن جنديا وخفيرا، وأن تتضافر الجهود لتحقيق الوحدة العربية وبناء القوة بمفهومها الشامل، قوة عقيدة وبناء دين على قيم الأمة وامتلاك القوة المادية التي أمر بها الله سبحانه بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والأردن مؤهل لإطلاق المشروع، وأعني مشروع الوحدة العربية التي هي قدرنا حقيقة، انطلاقا من وحدة شعبه وخصائصه وبسالة جيشه وقيادته الهاشمية، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلم قصير مقدم عن الفقيد الغالي من أصدقائه وأحبائه، نشاهده لفترة قصيرة، ثم بعد ذلك يشكو دولة الأستاذ سمير الرفاعي نيابة عن أهل الفقيد، أهل الفقيد يشكو الجميع بعد ذلك، بعد الفيلم. سنة 1946 أنا دخلت على مدرسة أخرى، مدرسة قطاع خاص اللي كانت الوحيدة، وفاجأت أو يعني تعرفت على أخي وأخي العزيز زيد الرفاعي، أطفال من 10 سنوات، وطبعاً بيت العلاقة مع أبو سمير حقيقة في مناطق مختلفة في مدرسة مطران كلها سوياً. ثم أنا طبعاً انتقلت مع سيدنا على كلية إسلامية، أبو سمير كان في مطران، ثم انتقل أبو سمير على كلية فيكتوريا مع سيدنا أبو شاكر الله يرحمه أمير زيد. علاقة الجلالة الملك مع أبو سمير كانت علاقة خاصة، غير أنه كان أمين عام ديوان الملك الفترة، بس ما كانش في حواجز، لكن قلت لك يعني عنده كان هو حب وإخلاص للعائلة الهاشمية كافة. جلالة الملك بالنسبة له زيد الرفاعي أخ عزيز له، رجل دولة يعتمد عليه، بيعرفه صاحب قرارات، وكان شكل الوزارة أكثر من مرة، وكل مرة كان في عنده بصمات بالحكومة، ظل بصماته على الاقتصاد، على السياسة، علاقته مع الدول العربية، مع زعماء الدول العربية، مع الأجنبية في كل مكان. طبعا سفير في لندن في أكثر موقع كان ظل زيد الرفاعي كما عرفناه. فكان ملازم للحسين أبو سمير، كما يحلل للناس كانوا يقول له أبو سمير والحسين مهنية لأبو سمير. فأبو سمير كان ساعده الأيمن، كان يعتمد عليه، فكان حامل لرسائل الحسين،
وكان في السفر في الخارج مع الحسين وفي الداخل مع الحسين. فحقيقة أبو سمير أستطيع أني أقول هو الوحيد الذي تعلم من مدرسة الحسين. أذكر لأننا مرينا في يوم عاصف، يوم صعب، يوم كما يقول تشخص فيه الأرواح، ولكن مع الحسين كان رجال، أستطيع أن أقول أنهم أسود، ولكن كلهم عسكريين من الجنود إلى ضباط الصف إلى ضباط. فحموا الحسين بأرواحهم وبأجسادهم وبشجاعتهم وبرجولتهم الذي كسبوها من الحسين. وظهر من بين هؤلاء الناس رجل مدني لا علاقة له بالسلاح أو بالحرب، ظهر وله زيد. زيد أنا أشهد فيه شهادة حق أنه كان شجاع. حمل الحسين في جسده ودافع برجولة. أبو سمير زيد الرفاعي ألف حكومته الأولى وهو لا يتجاوز عمره 37 عاما، وكنا أنا وغيري وزراء معه في الوزارة التي كانت فتحا جديدا في السياسة الأردنية الداخلية، وكان هناك كثير من الزملاء الجداد وكانوا يعني مختارين بكل عناية. فزيد الرفاعي أبو سمير قاد هذا الفريق في ظروف صعبة. زيد الرفاعي كان فعلا رجل دولة ومارس هذا الوضع بكل ذكاء وبكل صعوبة في نفس الوقت. ورغم الظروف الصعبة في ذلك الوقت جلالة الملك كلفه بتأليف الحكومة مرة أخرى. تعرض زيد الرفاعي لظروف قوية في تلك الأيام، خصوصا عندما تم فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، وكان فعلا يعني في ظرف صعب على الأردن، وتكويناته البشرية استطاع زيد بتكليف من جلالة الملك أن يعني يتعامل مع هذا الموضوع بكل دقة وحساسية، لأنه كان موقف عاطفي وموقف لم يخطر على البال، وأداء وسار بموضوع مواجهة والتعامل مع موضوع فك الارتباط كان جد بالبلد يعني بحكمته وبالسياسة جنب البلد مشكلة كبيرة. أنا كنت رئيس غرفة التجارة ووجدت أنه طبعا كان الباب مفتوحا، فزرت أبو سمير الله يرحمه، قلت له لازم يكون في علاقة طيبة بين القطاع الخاص والعام. قال شو المطلوب؟ قلت له نعمل مجلس استشهاد للقطاع الخاص والحكومة طبعا برئاستك. نادى هيثم خصوص الله يرحمه مدير مكتب، قال هيثم الآن شكل المجلس. صح القرار. قد كان زيد الرفاعي قامة أردنية محبا لمليكه ولشعبه ولوطنه، وكان مثالا للرجل الحكيم الإداري المميز المنظم، ومن أهم ما تحقق خلال فترة حكومته الثانية مشاريع تنموية مثل
مطار الملك عليها وشكت مينا العقبة وميناء العقبة الجديد ومشاريع تنموية تخدم الطبقة المحتاجة من الشعب الأردني، وهو إنشاء صندوق المعونة الوطنية لرعاية المحتاجين من الشعب الأردني. سيد ابن سمير الرفاعي، المرجعية التي عجمت عيدان الحياة وسبرت غورها، الإنسان فقيد الوطن، الحكيم المشرع، السياسي الضليع البارع زيد الرفاعي، القامة التي قدمت للأردن وأعطت خير عطاء لم يسبقه له إنسان آخر، زيد الرفاعي المعجم الذي كان يفسر لنا كل المعضلات، زيد الرفاعي كان الإنسان الذي يتواضع للصغير وللكبير، زيد الرفاعي ظل جنديا من جنود ملوك بني هاشم الأخيار. أبو سمير كان يؤمن بأنه النص الدستوري هو الذي يحكم مجرى التشريع والحياة في البلد. زيد الرفاعي رحمة الله عليه واسع الاطلاع القانوني والدستوري، كان لا يشق له غبار إذا عرضت عليه مسألة قانونية أو دستورية، يعطي العلاج الناجع للموضوع المتعلق بالدستور أو بالتشريع النافذ. لم يكن بحدود اطلاعه وبأمانة الحديث لم يكن هناك أي مسؤول سواء برتبة زيد الرفاعي أو أدنى منها أي مسؤول يعدله بالفهم القانوني والدستوري الذي كان يراعي فيه مصلحة الأردن ومصلحة أهل الأردن ومصلحة قيادة الأردن، ويجمع بين هذه الفئات كلها ويخرج الرأي الدستوري أو القانوني. جاء قرار مجلس عمداء جامعة اليرموك بمنح دولة المرحوم دولة السيد زيد سمير الرفاعي عطفاً على تنسيب مجلس قسم العلوم السياسية في كلية الآداب، وبالتالي كانت هي دكتورة فخرية في العلوم السياسية تكريماً للراحل الكبير، ولكنه أيضاً كان شرفاً كبيراً لجامعة اليرموك، وكان ذلك استناداً إلى مسيرة طويلة حافلة للراحل الكبير، لكن حقيقة كان احترامه في جامعة اليرموك كبير من قبل الجسم الأكاديمي والإداري، وهذا الاحترام والحب الكبير كان نابع من إنجازاته التي تحققت أثناء توليه رحمه الله لمنصب رئيس مجلس أمناء الجامعة في الفترة ما بين عامين 1998 والعام 2010، بالإضافة إلى أن قانون تأسيس جامعة اليرموك الحقيقة كان قد صدر في حكومته الأولى في العام 1973. كان لدى داود زيد الرفاعي رحمه الله إيمان بالشرعية الدستورية وفي الحدود الدستورية الفاصلة بين السلطة القضائية وبقية السلطات في الدولة، ولذلك فقد كان حريصاً
على إنزال مضامين الدستور والرؤى الملكية السامية فيما يتعلق بتطوير الجهاز القضائي، وفي مقدمة ذلك كله تدعيم وتوطين استقلال السلطة القضائية، حيث كان يعتبر أن استقلال السلطة القضائية يعتبر اللبنة الأساسية الأولى لأي تطوير قضائي ويحتل أولوية ضمن أهداف هذا التطوير. هذه الرؤى التي كان يحملها دولة الرئيس كان لها انعكاس إيجابي على توصيات اللجنة الملكية، فكان أن تم إحاطة السادة القضاء بسياج عالٍ من الضمانات التي تكفل استقلالهم وتضمن تأدية واجباتهم بنجاعة واستقلالية وحيادة، فضلاً عن توفير الاستقلال المؤسسي للمجلس القضائي. زيد باشا الرفاعي لم يكن بالنسبة لي فقط صديق، هو كان صديق ولغى كل الأصدقاء بصداقته لي، بمحبته له وبمحبته لي، فأصبح لست بحاجة إلى أي صديق غيره. لم أره يوماً يرفع صوته، لم أره يوماً غضبان، دائماً مبتسم، دائماً يحل المشاكل بكل بساطة. عشت معه هذه المدة وكنا جيران، لم أخذ عليه ما أخذ. الآن أنا كأني انقطعت بوفاته رحمه الله، يعني كل ليلة بتمر علي بحس حالي حزين، لأني متعود أن أسهر معه وأسمع كلامه الطيب. بالنسبة أنه أنا وياه مشتركين بالأحفاد، في ثلاث أحفاد مشتركين بينهم، أنا جدهم وهو جدهم، كان يخاف عليهم بالنسبة زي ما كنت أنا أخاف عليهم، وكان يعاملهم معاملة الأب، لا يفرق بينهم، دائماً مشغول باله عليهم، معاملته لأحفاده ولأهل بيته معاملة رائعة، لا يفرق بين أحد، كريماً جداً في معاملته لأهل بيته وأقربائه. ألف رحمة تنزل عليه، إنه كان رجلاً والرجال قليل. ما راح أحكي عن رجل الدولة والسياسة، لأن الكل بيعرفه، بس راح أحكي عن جانب يمكن القليل غيري بيعرفه. أبو سمير ما عمره رد محتاج دق باب بيته، أبو سمير عمره ما أهان إنسان، أبو سمير ما شفت منه إساءة لأي إنسان وين كان. أبو سمير كان كتلة من الحب والتواضع والأخلاق. أبو سمير كان فارس، حقاً كان فارس، كان فارس بحبه للأردن. أنا ما شفت شخص بحب الأردن قده، بحب قيادته الهاشمية، بحب الناس، كان دائماً بحكي الأردن معجزة، معجزة في وجوده واستمراره وتطوره وكل شيء وصل له. أبو سمير كثير كان حنون، وما عرفت أنه داخل هذا الرجل صلب كل هذا الحب والعطف والحنان. كمثال بسيط، لما كان يسافر أحد أحفاده أو حفيدته خارج البلد، كان يظل يتابع الساعة لتصل للرحلة عشان يحكي تليفون يطمن على أنهم وصلوا بالسلامة والشكرا. أبو سمير كان يخفي ألمه من الناس اللي حواليه، كان يكابر على نفسه حتى ما يزعجهم. حتى في آخر أيامه رحمه الله واشتد عليه الألم، لما كنت تسأله كيفك يا باشا، كان يقابلك بابتسامة المعهودة، بقولك الحمد لله. أبو سمير كان كبير بكل شيء، كان كبير بين الناس بأخلاقه، قربه منهم، وعمره ما قصر مع إنسان أو نسى أو تناسى واجب فرح أو ترح للغريب قبل القريب. دخل كل قرية، كل شارع، كل بيت بالأردن، كان يسافر ساعات طويلة سواء داخل البلد أو خارجها حتى يقدم واجب لمدة دقائق معدودة. رحمة الله عليك وإلى جنات الفردوس الأعلى بإذن الله. يا أخي الكبير وصديقي ووالدي، رحمك الله يا دولة أبو سمير. جدي زيد صاحب القلب الكبير الذي ما زال ينبض في صدورنا، كلنا حنين إلى روحه الطيبة الحاضر بين اليوم. اسم جدي زيد سمير رفاعي هو إرث وشرف أفتخر بحمله منذ ولادتي، وسأفتخر بهذا الشرف وأمنحه لأولادي وأحفادي اسماً وشرفاً وإرثاً وذاكرة أعيشها إلى آخر يوم في حياتي. كان جدي زيد يتمتع ببصيرة نادرة، فلم يكن يرى الأمور بظاهرها فقط، بل كان يفهمها بعمق منفرد. كان جدي رمزاً ومثالاً حياً للحكمة والفراسة،
وكان سنداً وعوناً لنا في حياتنا اليومية، وجزء من ذاكرة جميلة عشناها بتفاصيلها ومليئة بحضوره المميز في حياتنا ومستقبلنا. وكان له قدرة وموهبة نادرة وفريدة بإعطائنا الشعور بأننا مركز اهتمامه الشخصي، فلم يكن هناك مناسبة أو لحظة نجتمع فيها معاً لا يعطيها اهتمامه وحواسه. كنا جميعاً كأحفاد نحظى بعلاقة خاصة متميزة معه، ويعز الشعور كل واحد منا بأنه له زاوية مميزة في قلبه وعقله. فقد كان قلب جدي يتسع بمحبة وحنان متساوي للأحفاد جميعاً. منى الحفيدة الوحيدة المدللة ورثت عنه المشاعر العميقة بالمحبة والحنان لنا والعائلة. فؤاد ورث من جدي حب المعرفة والشغف، فكان جدي موسوعة متكاملة من العلم والمعرفة، وكان يدفعنا للتفكير ويرشدنا إلى الرؤية والنظرة العميقة والواضحة. حسين بنظرته الواثقة وصمته العميق، وهو يعكس قوة جدي الهادئة الذي لم يكن بحاجة لكلمات كثيرة لإيصال رسالته. عمر أخذ من جدي الروح المرحة، الضحكة السريعة والترفة التلقائية والابتسامة بحكم الموقف التي تأتي بلحظتها المناسبة لتفرح قلوبنا بالبهجة والسرور. قد رحل جدي عن عالمنا بجسده، لكنه معنا بروحه وقلبه المنين لطريقنا، وسيبقى في قلوبنا وفي أحاديثنا وحكاياتنا لأولادنا وأحفادنا. لقد ترك لنا إرثا من الحب والحكمة والقوة لن ننساها أبدا. نشكر الله على كل لحظة عشناها معه، فقد كان لنا أكثر مجرد جد، كان وسيبقى لنا قلبا وفكرا وحياة وذاكرة لا تنسى. يوم وفات حبيب وصديق عمر وجلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، هذيك الأيام كنت أول مرة بشوف دموع دولة أبو ساكر رغم سنوات الخدمة الطويلة. دموع رافقته من إعلان الوفاة وحتى الجنازة وحتى العزاء، وبقي الحزن معه أشهر وأشهر طويلة جدا. وكان دائما بحكي وفاة سيدنا كسرت ظهرنا وهدت حيالنا، وما بيعزينا إلا أن ترك الأمانة بيد أمينة بيد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. النصاب قانوني. أيها الإخوة، أرجو الوقوف لتلاوة الفاتحة على روح أغلى الرجال وفارس الفرسان الشجاع المؤمن الصادق الصدوق نبع المحبة والنقاء والحنان، الأب القائد والرمز الخالد، سيد الرجال، المعلم، الملهم، عميد آل البيت، فقيد الوطن والشعب والأمة، فقيد الإنسانية، فقيد العالم، جلالة المغفور له، الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وأسكنه خير مسكن مع الصالحين الصديقين آل البيت الأطهار. الملك عبد الله بن الحسين ووفقه ورعاه وعاش الأردن كما أراده الحسين حرا عزيزا منيعا في ظل الراية الهاشمية الخالدة. سمير
والعائلة الرفاعية كلها وللأردن كله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الكلمة لدولة الرئيس الأستاذ سمير زيد الرفاعي نيابة عن الأهل وعنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مندوب صاحبي الجلالة المعظمين دولة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان نفخم، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف اليوم بينكم امتناناً وعرفاناً وقد طوقت الأسرة الأردنية الواحدة أعناقنا بمشاعر صادقة كريمة خففت مصابنا وكانت لنا خير عزاء في فقدنا الوالد الغالي. لقد لمسنا بكل ما في الكلمة من دفء ومودة معنى الأسرة الواحدة الكبيرة المتكافلة، الأسرة التي أعزها الباري سبحانه وتعالى بخير قيادة وخير جند على أرض بارك الله فيها وأقسم بدينها وزيتونها وضم ثراها الطهور أنبياء الله ورسالاته وأوليائه وصحابة نبيه الأمين. هذه الأسرة الواحدة يجسدها اليوم جمعكم الكريم الذي يشرفنا بحضور هذا اللقاء في ذكرى ابن بار من أبناء الأردن المنيع، أردني نذر روحه وحياته وجهده وعمله لخدمة الأردن الغالي وقيادته المباركة وشعبه النبيل، فعاش وقضى جنديا مخلصا وما بدل تبديلا. كان والدي رحمه الله واحدا من أبناء جيله ومن ثقافة جيله ومن وعي جيله، جيل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، جيلا أدرك أن حجم الأردن لا يقاس بمساحته ولا بعديد سكانه ولا بموارده، ولكن بعزيمته ورسالته وهمة أبنائه. نشأ والدي مؤمنا بالله عز وجل ومتشبعا فكر العروبة ومبادئها ومنتميا لخضاب النهضة العربية الكبرى الذي قامت على أساسه الدولة الأردنية الحديثة، دارا للعز والكرامة وسندا لقضايا الأمة ووطنا يستحقه الأردنيون الذين قدموا الغالي والنفيس في معترك البناء والتضحية، فكان الأردن جنودا تحمي وسواعد تبني وحكاية نجاح وكبرياء. نقف إجلالا واحتراما لهذا الجيل المخلص الذي سلم الراية والأمانة لجيل عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله وأيده بنصره المبين، ليواصل خلف قيادة جلالته الحكيمة مسيرة التحديث والعزم والأمل، وليبقى علم الأردن أبد الدهر خافقا في المعالي والمنى، عربي الظلال والسنة، زاهيا أهيبة ظافرا أغلبة بعون الله وبهمة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية المظفرة. الجمع الكريم، يعفيني متحدثون كرام ومختصون تفضلوا بالحديث عن جوانب مهنية سياسية وإدارية في مسيرة الوالد رحمه الله،
ولكنني في هذا المقام أود أن أؤكد أن الوالد الذي خاض غمار العمل العام أغلب سنوات حياته واجتهد واتخذ قرارات اختلف معها واتفق معها كثيرون، كان يدرك إن رجل الدولة الحقيقي صاحب الرأي والموقف لا يجوز أن يكون محايداً عندما يتعلق الأمر بالوطن وهويته وأمنه وسيادة القانون، وعليه أن يكون في الموقع والموقف الذي تقتضيه أمانة المسؤولية مهما كانت الكلف ظاهرة ما دامت النوايا والجهود هي خالصة صادقة في ولائها وانتمائها. لقد حرص والدي طيلة حياته أن يترفع عن الخصومات الشخصية وأن يعف عن الخوض في سيرة وأخطاء الآخرين، كان موقنا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأن جولة الباطل لا تطول، وكانت رسالته لنا أن نكون دائما معتمدين على الذات مخلصين في كل جهد أو عمل، أوفياء صادقين اعتمدوا الاستقامة نهجا ومبدأ حياة وادفعوا دائما بالتي هي أحسن. علمنا والدي إن عفة اللسان كعفة اليد وأن الاستقامة هي في كل التفاصيل ودقها، وأن الوفاء وحسن المعشر ونظافة الخلق وصدق النية واحترام الكبير والصغير هي ميزات تصنع الإنسان. لقد كان رحمه الله موقنا إن الموت حق وأن الآخرة حق وأن الدنيا ممر وليس الإنسان بالمحصلة إلا جملة مواقف وسيرة وذكرى. الجمع الكريم في رحيل الوالد والصديق والقدوة لم أجد أصدق وصفا من أبيات كتبها الشاعر الأردني الراحل العم الكبير عبد المنعم الرفاعي رحمه الله في رثاء شقيقه الأكبر جدي سمير طالب الرفاعي، يقول فيها: كنت دنياي فلما أفلت أقبلت الدنيا من الهم المثير، كنت نجواي إذا ضنت على كبريائي ظلمة الليل العسير، كنت لي ما فيأ الظل وما نثر الطل على الموج الصغير، أقرأ التاريخ في الوجه الذي كتب التاريخ في أبهى سطوري، إن دعاه القرب لبى وافيا أو دعاه البعد لبى الضمير، ضامع لا يرد الحوض إذا عبثت في مائه عطش الطيور، آنف إن مسه الكره أبى مرهف كالسيف في الغمد الوقور، مؤمن بالله بالخير بما قدر الخالق باليوم الأخير، كان لا يقبل في الحق سوى أن يقول الحق وضاح الظهور، وسنى خلقك يسمو عاليا يسعى الناس كبيرا بصغير، كنت تدري أن ما قدمته من عميم الخير يبقى في الصدور، وإلى جناته تطوي السرى في الظلال الخضر والماء النمير، ويشتبيك الملك الأعلى إلى وارف الرحمة في الركن الطهور. الجمع الكريم، الشكر والامتنان لكم جميعا لحضوركم وتواجدكم معنا في هذا المساء، كما كنتم معنا ووقفتم إلى جانبنا بمصابنا الجلل، فالأردنيون كانوا وما زالوا وسيبقون دائما وأبدا أهل الخير وأهل النخوة وعنوان المروءة والشهامة. وأسأل الله تعالى أن يحفظ الأردن الغالي حرا منيعا
أبيا مزدهرا في ظل حامل حمى وقائد مسيرة الخير جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وإلى جانبه ولي عهده الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.